بس في حاجة منها، بس في حاجة منها. مش طلعوا فوق السكارة، مش طلعوا فوق السكارة، غادي بسرعة فوق السكارة فوق. كان غادي بواحد السرعة مفرطة، مفرطة كبيرة كاع. طلع فوق السكة ديال الترامواي، كلو بنو ممكن يدخل لك وسط السكة، غادي طيح فوق الموتور كبير. البنو تخليه يمكن وسط ديك الحديدة ديال السكة، وطاح. لنا مشاهدين متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بطرف مدينة الدار البيضاء. يعني شاهدنا وعينا الآن، شاهدنا بأم العيون ديالنا واحد الحادث هنايا، واحد الأشخاص اللي كانوا غاديين بالدراجة النارية ديالهم بواحد السرعة مفرطة، يعني السرعة مفرطة، يعني كانوا غاديين هنايا راسهم بواحد السرعة مفرطة، هما جوج ديال الأشخاص، فطلعوا فوق السكة ديال الترامواي، يمكن تخش لهم الفنوة فوق السكة ديال الترامواي وفقدوا السيطرة على الدراجة النارية ديالهم وطاحوا. الآن تدخل ديال رجال الوقاية المدنية من أجل النقل ديالهم. يعني مثال اخر للشباب، ها هما غادي فوق السكه ديال الترامواي، مثال اخر هاد الشباب هادو، يعني صراحه لا حول ولا قوه الا بالله، يعني شباب بسرعه مفرطه فوق السكه ديال الترامواي، صراحه لا حول ولا قوه الا بالله. صراحة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سرعة مفرطة، كانوا غادي فوق السكة ديال الترامواي فطاحوا هنا في هذه المنطقة هذه. يعني هما اصلا في حاله غير طبيعيه، هما اصلا يعني في حاله ديال يعني سكر، يعني صراحه لا حول ولا قوه الا بالله، سرعه مفرطه زائد حاله غير طبيعيه زائد انك تمشي فوق السكه ديال الترامواي، يعني كل المخالفات هاد الشباب هادو دايرينها، يعني كل المخالفات هاد الشباب هادو دايرينها صراحه. هادو هو الشباب المتهور. يعني هذا مثال الشباب المتهور اللي كيمشي بسرعه مفرطه، ايضا اللي كيمشي فوق السكه ديال الترامواي. يعني دائما كنبغيو نحذروا الناس او الشباب اللي كيمشيو فوق السكه ديال الترامواي بالدراجات الناريه ديالهم، راه ها هو ها هو، شوف 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 شوفوا 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 امامنا، ها هو السرعه المفرطه، حتى هو غادي فوق السكه ديال الترامواي. يعني صراحه لا حول ولا قوه الا بالله، يعني صراحه لا حول ولا قوه الا بالله. يا مشاهدينا الكرام، غادي نبداوكم من منطقة وكون في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.